درس جديد عن السياحة في لبنان، إمكانيات ونشاطات والنشاطات السياحية في لبنان. في الدرس السابق كنا قد تناولنا درس القطاع السياحي من حيث المقومات الطبيعية والمقومات البشرية التي أدت إلى نشوء قطاع سياحي لبناني مزدهر. اليوم راح ناخذ قطاع سياحي في لبنان من ناحية أعداد السياح، جنسياتهم، أهم النشاطات التي يقوم بها السواح في لبنان. أكيد الأعداد من خلال هذا المستند، مستند هو رسم بياني عمودي يدل على كيفية تزايد وتناقص أعداد السياح بين عامي 2008 و2015، لأن أعداد السياح القادمين إلى لبنان يتفاوت بين عام وآخر تبعا للأوضاع الأمنية الموجودة في لبنان. يعني إذا كان في أزمات سياسية أو حروب أو عمليات إرهابية كما حصل في عدة سنوات يكون عدد السياح قليل، بينما إذا حدث أن كانت الأوضاع الأمنية مستتبة والأمن مستقر يؤدي هذا الأمر إلى تزايد أعداد السياح. نلاحظ من خلال المستند أنه في العام 2008 تجاوز عدد السواح القادمين إلى لبنان المليونين. هون هذا العمود، السلم العمودي يدل على الأعداد، 500 ألف، مليون، مليون وخمسمائة ألف، مليوني سائح، تجاوز المليوني سائح، ثم بدأ بالانخفاض في الأعوام التي لاحقت أو التي تلت العام 2008 وصولا حتى العام 2011، حيث تقلصت الأعداد بشكل كبير نظرا للأوضاع الأمنية السيئة التي مر بها لبنان، ثم استمر بالارتفاع وصولا حتى العام 2015 كما ورد في المستند. ولكن آخر إحصائية للبنك الدولي تورد أن بالعام 2017 أصبح عدد السواح القادمين إلى لبنان 1.7 مليون سائح. هؤلاء السياح القادمين إلى لبنان على اختلاف أعدادهم هم يختلفون بحسب الدولة التي أتوا منها. فهون بحسب الإنفاق، معدل إنفاق السواح بهذا المستند اللي هو رسم بياني دائري يدل على عدد على نسبة إنفاق السواح القادمين إلى لبنان. بنلاحظ يا أستاذ إنه نسب الأقل هي التي ينفقها العرب في لبنان، السعودية، الإمارات، الكويت، مصر، سوريا، الأردن، قطر، العراق. هذه أهم الدول التي تنفق في لبنان. دول أخرى كمان، دول أخرى أظن كل الأوروبيين مع كل الأستراليين 31%، بينما إذا جمعنا إجمالي الدول العربية يكون الإنفاق الأكبر للدول العربية. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا من الدول التي تنفق على لبنان أو سواحها ينفقون في لبنان حوالي 4% من إجمالي الإنفاق التام. سوريا 4%، المملكة العربية السعودية 15%، الإمارات العربية المتحدة 14%. يعني النسبة الأكبر من السياح هم من العرب، يليهم من الأمريكيين أو من الولايات المتحدة الأمريكية، وثم أوروبا والدول الأخرى. هلأ بننتقل إلى أنواع النشاطات السياحية في لبنان. أكيد الوارد بالصور هون هو يدل على بعض الأنواع، إنما هناك أنواع أخرى. أولا من خلال صور قلعة عنجر وقلعة بعلبك تدل على السياحة التاريخية. المقصود بالسياحة التاريخية هي زيارة الأماكن الأثرية، وفي لبنان هناك الكثير من الأماكن الأثرية نظرا للقلاع الموجودة فيه والأثرات التي تركتها الشعوب التي مرت على أراضيه أو التي استوطنت فيه، مثل الكنعانيين والفينيقيين الذين تركوا الكثير من الأثرات. مثلا هون عندنا قلعة عنجر، هي قصر أموي من أيام العصر الإسلامي. قلعة بعلبك من أيام الرومان، معبد روماني. ثاني نوع من النشاطات السياحية هي النشاطات في المطاعم والمقاهي في الوسط التجاري لبيروت، ومن الواضح الأعداد الكبيرة الموجودة في هذه المناطق. على النقاط المفروض نحفظها لحد اللي شرحناهن، ورح نتابع بضمن هذه الصفحة أنواع الأخرى. قلنا نحن أنه أنواع النشاطات السياحية هي متعددة، في الصور ورد نوعين من النشاطات، فإذا أعداد السواح يتفاوت هذا العدد بين عام وآخر، هودي بدنا نحفظهم إضافة لفهم المستندات، وذلك تبعا للأوضاع الأمنية السائدة في لبنان. وقد بلغ، عفوا، عام 2016 مش 17، 1.7 مليون سائح، العرب والأوروبيون النسبة الأكبر، ثم الأمريكيين والأسيويون هم الأقل نسبة. ثانيا أنواع النشاط السياحي في لبنان، إلنا السياحة التاريخية تتمثل بزيارة الأماكن الأثرية مثل الآثار الرومانية، الفينيقية، الصليبية، العربية وإلى آخره من الأثرات الأخرى.
حركة الاصطياف. ما المقصود بالاصطياف؟ أولا هذه حركة سياحية نشطة في لبنان بسبب اعتدال مناخه ووفرة مياهه. بجوار لبنان تتواجد دول عربية ذات مناخ صحراوي، فيأتون لقضاء فصل الصيف في لبنان نظرا لاعتدال مناخه، بالأخص على السفوح الغربية للسلسلة الغربية. فلذلك هي حركة نشطة، ويستفيد السياح بهذا الأمر لأنه هناك لغة مشتركة اللي هي اللغة العربية، يستطيعون التفاهم مع اللبنانيين وبسبب خبرة اللبنانيين في هذا القطاع. حركة الإشتاء من اسمها معروفة أنه نشاط سياحي شتوي خلال فصل الشتاء، وهي ترتبط بالمناطق الجبلية التي العالية التي تتكدس فيها الثلوج، مطرح ما عملوا مراكز التزلج مثل فريا، كفر دبيان، اللؤلؤ، أكثر من مطرح موجود في لبنان. ايضا في منطقة ظهر البيدر، ولكن ليست مجهزة بشكل عفوي، تنتقل الناس الى هذه المناطق لممارسة النشاطات على الثلج. سياحة رجال الاعمال، اكيد كل رجال الاعمال الذين لديهم عمل في لبنان او في دولة اقليمية قريبة او دولة قريبة جغرافيا من لبنان يقدمون الى لبنان، وهن اكيد يعتبرون من السياح، لان متابعة عملهم في لبنان تفترض أن يشغلون الفنادق، يعني أنه يقعد بفندق أو بأوتيل، ويرتادون المطاعم، أكيد بيروح على المطاعم يأكل كما أي من السياح الآخرين. السياحة الريفية هذه سياحة حديثة تشهد تطورا حاليا، تشمل زيارة الأماكن الطبيعية مثل الغابات، مثل الجبال، تسلق الجروف الصخرية، يعني مطرح ما في صخور صعبة التسلق، والتعرف إلى تضاريس لبنان. طب هذه النشاطات التي تمارس في لبنان والأعداد من السياح الكبير التي تأتي إلى لبنان لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد اللبناني، وأيضا انعكاسات سلبية. انعكاسات الإيجابية، أولا توفير عائدات مالية كبيرة، لأن هؤلاء السياح سينفقون الأموال في لبنان إما كأجور فنادق أو أجور نقل أو عندما يرتادون المطاعم، لما يروحوا مطاعم بدهم يدفعوا مصاري، وأكيد هذه الأموال من العملات الأجنبية، هي تسهم في تنمية العديد من المناطق. المنطقة التي تزدهر بحركة السياحة بصير في معهم مصاري الناس، وتنمى تلقائيا هذه المناطق، والحد من العجز في الميزان التجاري، لأنه ينفقون دون مقابل، يعني السائح ما عم نصدر لبرا ونأخذ مصاري حق البضاعة، إنما عم بيصرف في لبنان، يسهم في سد العجز في الميزان التجاري وسد العجز في ميزان المدفوعات. توفير الكثير من فرص العمل الدائمة والموسمية، يعني فرص عمل موسمية مثل لنا بفريا وكفر دبيان واللؤلؤ، مناطق التزلج هذه خلال موسم الشتاء، أيضا حركة الاصطياف خلال فصل الصيف، فهؤلاء عمال موسميون، وهناك عمال دائمون الذين يعملون في المطاعم والأوتيلات بالأخص في المناطق الساحلية، حيث يكون القطاع السياحي نشط طوال العام. نمو القطاع الصناعي أكيد، لأنه يتطلب بناء الأوتيلات، بناء المنتجعات، يتطلب بناء المنتجعات والأوتيلات أيضا مفروشات، فينشط قطاع المفروشات والأثاث والتجهيزات الأخرى من عمال صيانة، كهرباء، تجهيزات صحية، أي موضوع آخر، إضافة إلى الصناعات الحرفية. هون إذا رحنا على مطرح ديني مثلا، على كنيسة أو على جامع أو على مكان سوق قديم مثل سوق جبيل أو سوق رشية، في صناعات حرفية يقبل على شرائها السياح. نمو القطاع الزراعي أكيد، لأن المطاعم بدها المنتجات الزراعية، وأيضا الأوتيلات تتطلب المنتجات الزراعية والغذائية. نمو القطاع التجاري بفعل حركة تسوق السياح، لأن هني بدهم يجوا على الأسواق يشتروا صناعات لبنانية أو مزروعات لبنانية أو أي أمر، مما يؤدي إلى تنشيط التجارة. ازدهار العمل المصرفي، لأنه طبعا بده يبدل عملات حتى يحول من إذا معه يورو أو يوان أو ين، بيحول إلى العملة اللبنانية أو دولار لحتى يشتري في لبنان، وتحويل إلى الخارج ومن الخارج إلى لبنان، وهي قلناها نحن تبديل العملات لحتى يتمكن من الشراء والتجول في لبنان. ازدهار حركة النقل الجوي، السياح سيأتون إما بالنقل الجوي وإما بالبحري، إضافة إلى ازدهار النقل البري، لأنه بدهم تكاسي هون أو سيارات أجرة يستأجروها لحتى يروحوا ويجوا فيها. هلأ رغم الانعكاسات الإيجابية اللي حكينا عنها، هناك أيضا انعكاسات سلبية بسبب غياب القوانين والضوابط. ليس هناك قوانين وضوابط مراعاة الإجراء في لبنان، مما يؤدي إلى انعكاسات سلبية من القطاع السياحي على لبنان، بالأخص على البيئة ومشكلة التلوث. أولا تراجع المساحات الخضراء، لأنه تبنى المؤسسات السياحية على حسابها، بيشيلوا أشجار ونباتات وبيعمروا مطرح.
تشوه الشاطئ وردم البحر. في أماكن التي ضاقت الأراضي عملوا على ردم البحر وأنشأوا عليه المؤسسات السياحية. تزايد النفايات وحدة مشكلة التلوث وأزمات السير. نحن بسكان لبنان عندنا مشكلة نفايات، وبسكان لبنان لدينا مشكلة تلوث، وبسكان لبنان لدينا مشكلة أزمات السير والازدحام في السير، فكيف إذا كان هناك عدد كبير من السياح القادمين إلى لبنان؟ تزايد الطلب على الكهرباء والمياه ما يفاقم أزمات هذين القطاعين. أساسا عندنا نقص بالكهرباء، عندنا سوء توزيع للمياه، بيوزعوا المياه بشكل سيء مما يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة بسبب تزايد الطلب على هذين القطاعين. فهون نكون خلصنا هذا الدرس. ويضاف إلى هذا الأمر أمر مر معنا بالدرس السابق بالاقتصاد، تأثير الحرب على القطاع السياحي في لبنان وما أدت من إلى دمار العديد من المؤسسات السياحية والفنادق، أدت أيضا إلى هجرة الأيدي العاملة التي كانت تعمل بالقطاع السياحي إلى دول أخرى بالأخص إلى دول الخليج العربي، وأدت إلى إقفال العديد من المؤسسات السياحية واتجاه أصحابها للاستثمار بمكان آخر. يعني اللي كان عنده شيء مستثمر بأوتيل فترة حرب طويلة راح يشتغل بمجال آخر. هذا هو الدرس بيكون لعنا، ورح نرجع نحدد وين بيكون عنا مستندات للتحليل من خلال الأسايمنت بالمدرسة. يعطيكم العافية.